نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الكويت، يقول: هل يجوز أن تتزوج امرأة من أهل السنة من رجل شيعي؟ لا، لا يحل. ناس يستجيزون الشرك الأكبر، يا علي يا حسين يا فاطمة الزهراء، يتزوج امرأة من أهل السنة الذين يرون أن هذا من المحرمات الكبار. لا، هذا منتفي الكفاءة بينهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.